كليوباترا كانت من الحاجات المميزة بالنسبة لها جدا، وأعتقد ما أعتقدش إن أنا هقول حاجة دلوقتي بعيدة عن سمعنا. يعني حمام كليوباترا، حمام كليوباترا كانت من الحاجات المميزة جدا اللي كليوباترا محافظة عليها علشان نضارة البشرة ونعومتها وإنها تكون بشرة ناعمة ومنورة وصافية وتطرية الجلد. والوصفة بتاعتها سهلة جدا وبسيطة، يعني هو عبارة عن لبن وعسل أبيض وزيت لوز واي نوع زيت عطري مع ميه فتره بتحطها في المختص، وكانت مواظبه على حمام كليوباترا او حمام اللبن والعسل. مش بس كده، كليوباترا كمان كانت بتقوم بتنظيف بشرتها بالعنب مع العسل. ركزوا معايا النهارده كويس جدا في الوصفات اللي أنا بقولها، كلها وصفات من الطبيعة وموجودة داخل بيوتنا. كانت بتنظف بشرتها بالعنب والعسل. العنب الأخضر بتهرسه وتحط عليه عسل، وتحط تعمل زي سكراب للبشرة لمدة 10 دقايق، وبعد كده بتشطفه بالمية الفترة. والعنب مع العسل حلو جدا جدا للناس اللي بتشتكي من المناطق الداكنة ومن البقع والإصبرار. مش بس كده، ده كانت كمان بتعمل تقشير للبشرة وتعطير بالملح. يعني كانت بتجيب الملح الناعم وتحط عليه زيت زيتون وكمان زيت لوز، وتحط أي زيت عطري معاه وتعمل تقشير للبشرة، وده علشان يدي يشيل الجلد الميت ويوحد اللون ويدي نعومة ونضارة للبشرة. وده بيتعمل بطريقة دائرية، يعني بعمل السكراب ده بطريقة دائرية للبشرة وبسيبه 5 دقايق أو 10 دقايق وبعدين أرجع أغسل جسمي. مش بس كده، ده كانت كمان بتستخدم مية الورد، وما فيش حد فينا في الدنيا ما عندوش في بيته مية الورد زي التونر عشان ينعم البشرة ويديها نضارة وحيوية. وكمان كان من المعلومة اللي أنا هديها النهاردة إن هو ممكن يتحط قبل الميك اب عشان يدي نضارة وحيوية للوجه. كمان كانت بتستخدم خل التفاح لشطف وشها بصفة مستمرة. يعني بتجيب خل التفاح وتحطه على مية، تخففه بالمية، يعني حوالي 3/4 كوب أو ربع كوب خل تفاح مع لتر مية. وكانت متعودة إنها تشطف بشرتها بصفة مستمرة أكتر من مرة في اليوم، وده بيدي نضارة وحيوية ويعني وكان بيحافظ على بشرتها وعلى جمالها. مش بس كمان كده، ده كانت بتستخدم الزيت والليمون لتنظيف البشرة بصفة مستمرة، وكانت بعديها بتشطف وشها بالخل التفاح عشان دايما تحافظ على رطوبة البشرة ونعومتها.